وللتعقيب على التقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن ظاهرة الوفيات المتزايدة للمعتقلين في السجون الحكومية، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. مرحبا بك معنا دكتور. حياك الله أخي الكريم. أهلا بكم دكتور. أصدرتم في قسم حقوق الإنسان في الهيئة تقريرا عن الوفيات في السجون الحكومية. بداية، لو تنقل لنا الصورة بشكل أكثر تفصيل في سجون العراق. أخي الكريم، العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة تنطبق عليها مقولة الداخل مفقود والخارج منها مولود. السجون في العراق هي عبارة عن أماكن تجلس فيها الحكومة جميع الأشخاص الذين يناهضونها أو يعارضون سياساتها، وبالتالي تخفيهم قسرا هي عن العالم، تعزلهم عن العالم، تخضعهم لشتى أساليب التعذيب، الأساليب السادية، الأساليب الوحشية. ينجم عن ذلك وفيات كثيرة في التعذيب بزيادة كبيرة جدا عن السنوات الماضية. السنة في النصف الأول منها أعداد المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب تفوق السنة السابقة بأكثر من الضعف. هذا يدل على أن مسمجية هذه الأساليب الانتقامية، الأساليب التي هي بعيدة كل البعد عن القانون، يجري بشكل متكرر عام السجون الحكومية وفتح النار على المعتقلين بشكل عشوائي، وبالنتيجة لدينا حصيلة كبيرة. نعم. وحصيلة من هؤلاء الضحايا. أنت ذكرت بعض الأسباب لهذا المعدل الكبير للوفيات في سجون أو في صفوف المعتقلين بالسجون. هل هناك أسباب أخرى تزيد من هذه الأعداد، ولا سيما في ظل وجود جائحة كورونا الآن ووصول الفيروس إلى المعتقلات؟ هو في الأصل الأوضاع الإنسانية في السجون متدهورة ومتردية إلى حد لا يوصف. في قاد قبل جائحة كورونا اكتظاظ أعداد كبيرة من المعتقلين داخل السجون، بالنتيجة لدينا تشيل الأمراض بشكل مرعب. اليوم نحن أمام وباء كبير ينتشر في البلاد عموما، وهو على السجون خطورته تكون مضاعفة حقيقة. مناسبة للوباء ينتشر بشكل، وهذا وباء قاتل يتفشى ويستقل العدوى بسرعة كبيرة. وهنا أمام كارثة حقيقية بالوقت الراهن في المعطيات. نعم. اتهمتم في تقريركم إدارات السجون الحكومية بالتسبب في هذه الأعداد من الوفيات للمعتقلين. على ماذا بنيتم اتهامكم هذا؟ بداية أخي الكريم، نبني اتهامنا على السجل الحافل حقيقة بالانتهاكات بالنسبة لهذه الإدارات. ثانيا، على شهادات ذوي الضحايا وشهادات ذوي معتقلين لا يزالون معتقلين وشهادات معتقلين تم إطلاق سراحهم. فبالنتيجة لدينا هنا أدلة قوية تدلل على أن هذه الإدارات وهذه الجهات حقيقة وهي في الأغلب تتبع ميليشيات وتتبع المتنفذة اليوم. هذه هي تخضع السجناء والمعتقلين والمحكومين هم والموقوفين كلهم
وجههم إلى أساليب تعذيب منهجية بشكل يومي، يجري التعذيب باختيار المتخلفين عشوائيا، نعم ويتم تعذيبه بأساليب أساسية ويعني بدوافع انتقامية بحتة حقيقة. هذا الذي يعني هذا يدفعني في الحقيقة إلى السؤال عن الأهداف، إلى ماذا تهدف إدارات السجون الحكومية من وراء اتباع هذه السياسة؟ قتل المعتقلين، تعذيبهم، الإهمال الطبي داخل المعتقلات، ألا يكفي للمعتقلين أنهم في المعتقل؟ أخي الكريم، يعني هذا يعني بالضبط، هو الإدارات هذه لم تكتفي بسد حرية المعتقلين، والتي هو شيء كبير حقيقة أن تسلب الشخص، ولكن هذه الإدارات إدارات جاءت تنتقم من الشعب، سجل حافل بالانتهاكات ضد هذا الشعب منذ 2003 وحتى أبدا لا يوجد في العراق حرية ولا ديمقراطية ولا حرية التعبير عن الرأي ولا احترام الرأي الآخر ولا قبول الآخر أصلا، وبالنتيجة هذا أعداد المعتقلين، عشرات الآلاف المعتقلين. تخيل أخي الكريم، وزارة العدل تحجب المعلومات عن حتى عن يعني لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بطبيعة الحال يعني حكومية، لكن تحجب هذه المعلومات عنها. ليس لدينا أعداد دقيقة، أرقام دقيقة من أعداد المعتقلين. هذا مسألة خطيرة جدا، لأنها تريد أن يعني ترتكب هذه الجرائم بعيدا عن المحاسبة، بعيدا عن المساءلة، بعيدا عن المراقبة. ينقلون لنا حتى بالضبط من داخل السجن غرف التعذيب، تسافر إلى الكاميرات، لا يوجد كاميرات، لك أن تتصور ماذا يجد داخل الغرف من أساليب تعذيب يتعرض لها معتقلون، بالغالب هم معتقلون أبرياء، يعني اعتقالهم نعم من إما مخبر سري، إما مسائل كتابية، إما يعني بمسألة الشبهة أو تشابه الأسماء. ولدينا حقيقة روايات يعني تشيب الولدان من هذه الناحية، من ذوي المعتقلين نعم الذين يقولون لنا بشكل شبه يومي هذه المعاناة وهذه. طيب دكتور أيمن، كل ذلك دفعكم لمطالبة المنظمات الإنسانية الدولية بحماية المعتقلين من عمليات التصفية المستمرة. ما المساحة التي تتحركون من خلالها لوقف هذه الظاهرة أو الحد من انتشارها داخل المعتقلات؟ أخي الكريم، التوثيق ثم التوثيق ثم التوثيق أهم موضوع في هذا الأمر وفي هذه المسار، وفي هذا المسار هو توثيق الحالات، لأنها جرائم أخي الكريم، هي جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. ممكن أن تتعطل العدالة، ممكن أن تتأخر، لأنها يعني مطلقا يتم تحقيقها عاجلا أم آجلا. فهنا نتحدث عن دعوة إلى اللجان الأممية المعنية، تقديم الحالات واستعراض الحالات مع منظمات الحقوقية الدولية، لا سيما الدولية للصليب الأحمر. نعم نقوم بتدارس كيفية العمل على الحد أو رفع أو تخفيف معاناة السجناء. هذا كله حقيقة يعني الشغل شاغل لقسم حقوق الإنسان نعم وحتى شكرا دكتور. الله يرضى عليك. شكرا دكتور أيمن العاني، رئيس أو مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين
في العراق.